زيارتنا اليوم لدائرة التخطيط وتنمية الموارد البشرية في مركز الوزارة وافتتاحنا للطوابق التي تشغلها هذه الدائرة بعد إعادة تأهيلها وبمبالغ بسيطة حقيقة لتهيئة بنى تحتية مريحة لعمل الموظف في مركز الوزارة وخصوصا في دائرة التخطيط. وأسرنا كثيرا ما يعني شاهدناه من عملية إعادة تأهيل وتأثيث للغرف الموظفين، بالإضافة إلى يعني بحثنا اليوم في دائرة التخطيط موضوع التعيينات المركزية لخريجين الكليات الطبية والصحية ومشمولين بقانون التدرج الصحي رقم 6 لسنة 2000، ويعني موافقة مجلس الوزراء لتخصيص لتعيين 15,000 متخرج من هذه الاختصاصات بعقود بنفس راتب ومخصصات أقرانهم لحين إقرار الموازنة وتخصيص الدرجات الوظيفية اللازمة لهم.